أكيد فهو قرار مرحب به من مختلف الزوايا، ما دمنا أننا كنعيش في مغرب متعدد ومنفتح يشمل جميع التوجهات ومن جميع الحساسيات، وكذلك كنأمن باعتبار الناس مازال كنعيشوا في مجتمع المدني كينادي بالحداثة وبالعيش الكريم. أكيد فهو قرار مرحب به، كيأكد على أننا كنعيشوا في بلاد ديمقراطي يسعى إلى تشجيع التعدد والتنوع. المفروض أنه المساجد كذلك حتى هي تكون مع باقي الفضاءات العمومية كالحمامات والصالونات، يعني المقاهي وباقي الفضاءات العمومية أخرى، والناس أكيد راه فرحانة على هذا القرار. يا القرار اللي دوشام مس الوقت المناسب، شكون بالنسبة لميدنا توحشنا المكان، خصوصا شكون كزرا كذا أزرا ميدنا تحتاج جنسة مسنية الطريقة باش الكم وولد مد لي يعني المسؤولين س القرار. أما الخبر هذا كان لسه شيء مس ندر وزارة الأوقاف، جاء الخبر للدعيك في مدنا يتشحنا باش الدعاء الضغط تعمر تمزيدي وين أشكو هاتي كان ستين الأخوان. نورمالمون صراحة كنتظروا هذا القرار بفارغ الصبر، وكان من الممكن أن المساجد تفتح منذ الوهلة الأولى من رفع الحجر الصحي، ولكن للاسف ما عرفت واش كاين زعما اسباب مورا هذا الشيء ولا هذا الشيء يعني لوجيك. ربما انا ما غاديش نفهم اكثر من اللازم في الراي ديال المجلس العلمي، لانه هو اللي تعطاته يعني تعطاه الامر انه يفتي في الامر، فهمتي؟ ولكن الحمد لله حنا كنستبشروا خير، حنا فرحانين، يعني شكون ان حنا كمسلمين لينا الشرف انه المساجد تحل، وحنا صراحه جد فرحانين بزاف. واخا جا هذا الشيء متاخر، ولكن الحمد لله لا باس بالامر، نتوكلوا على الله عاوتاني نبداو بصفحه جديده ان شاء الله. بس حنا فرحانين بهذا القرار هذا باش يتحل بجد ان شاء الله. نطلبوا الله يرفع على البلاء هذا، والناس يدخلوا يصلوا، ونطلبوا الله عز وجل الله ييسر سيدنا القرار مزيان هذا، وبشويه بشويه تكون الجمعه حتى هي، ونطلبوا الله يوفق الناس يحترموا القوانين وكل داك الشيء. هو هذاك نطلبوا الله ييسر الامور. حنا فرحانين بالنسبه لفتح المساجد، ونرجعوا نصليوا في الجامع، حيت دابا كاينين الناس كتصلي في الدار، وين ماشي بحال ماشي الخشوع اللي كيكون عندك في المسجد. حنا فرحانين الحمد لله تبارك وتعالى، غادي نصليو في المساجد، وغادي نكونوا نجيب ناخذوا الاحتياط ديالنا على حسب ما يتنشرش هذا الوباء. نطلبوا الله تبارك وتعالى يرفعنا هذا الوباء. وفرحانين على هذا الجوامع اللي غادي يحلوا نهار 15، وكنتمناو من سيدنا الله ينصر سيدنا، والله ينصر الله ينصر السلطات حتى هي اللي مقامت بالواجبات ديالها، والاطباء، والله يرفع علينا هذا الوباء. حنا فرحانين، كنتمناو الجوامع يحلوا ان شاء الله في اقرب وقت، وكنتمناو من الناس يديروا المسافه بين متر ولا متر ونص، والله يرفع علينا هذا الوباء. كل شيء مزيان الحمد لله، المساجد كل شيء مزيانين، تهلاو فينا الملك الله ينصرو تهلا فينا الملك الله ينصرو، محمد الخامس، الحسن الثاني، عطني رحم ربي اكسر ربي الروح نزلنا على عليين مع النبيين والشهداء والصالحين يا ارحم الراحمين رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.